ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم احتفالية جماهيرية كبرى يشارك بها أكثر من 60,000 متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف في كتف، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. ويأتي ذلك في احتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف ويشارك بها كافة المؤسسات التي بلغت 33 كيانا تنمويا تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتي تعد ضمن مبادرة كتف في كتف، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين بمشاركة متطوعي التحالف الوطني بجميع ربوع الجمهورية. ومع انطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة، تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، والتأكيد على أن المصريين دائما كتف في كتف.